انتوا بقى do you like shopping online or not. اتمنى ان احنا نشوف الموديل ده ده ونحاول نكتب like a short paragraph about that عن ال online shopping. يلا بينا نكمل. يلا بينا. هنا عايزين نتعلم important expressions, مصطلحات مهمة جت في اليونت عايزين نتعلمها مع بعض. Let's see what are these expressions. يلا نشوف. عندنا عايزين نعرف الفرق ما بين invention, discovery, invitation. خلي بالك من الكلمة الأولى والتالتة, دايما الناس بتلخبط ما بينهم. الأولى invention والتالتة invitation. invention يعني اختراع, وdiscovery يعني اكتشاف, وinvitation يعني دعوة. تعال نشوف. ممكن حد يقول لي ايه الفرق ما بين الانفنشن الاختراع والديسكفري اللي هو الاكتشاف؟ الاختراع انا بخترع حاجة ما كانتش موجودة قبل كده, لكن ديسكفري هي حاجة اوريدي موجودة بالفعل واحنا بنتم اكتشافها, زي منجم الذهب او منجم الفضة, دي حاجة اوريدي موجودة والانسان بيتم اكتشافها, علشان كده هنا بنقول ديسكفري. تعالوا نشوف أمثلة عشان توضح الفرق ما بين الثلاث كلمات. أول حاجة, the mobile is a great invention. الموبايل هو اختراع عظيم. طبعا الموبايل ما كانش موجود من زمان, فعشان كده ده اختراع. Number two, the femtosecond is a useful discovery. الفيمتوسكند اللي هو اكتشاف الثانية اللي اكتشفها دكتور أحمد زويل, ده يعتبر اكتشاف لأن دي حاجة كانت موجودة بالفعل وإحنا اكتشفناها. Number three, Sarah sent me an invitation for the wedding party. بعتت لي هنا ايه؟ دعوة. ايوة كده, invitation يعني دعوة. ده بالنسبة للبارت الاولاني. تعالوا نشوف البارت 2 ونشوف ايه الاختلافات ما بين prefer والعينجي would prefer وto والمصدر. يعني ايه الكلام ده؟ prefer يعني يفضل. prefer معروفة, دايماً بيجي بعديها الverb في ing, لكن لو كلمة prefer جاء قبليها would يبقى بعديها لازم يجي to والinfinitive. الinfinitive اللي هو المصدر اللي هو الفعل بدون إضافات. تعالوا نشوف الأمثلة, والنقطة دي مهمة دايماً بتيجي في الامتحانات ونبقى محتارين نختار إيه. تعالوا نشوف المثال الأولاني, I prefer watching films at night. خلي بالك بعد prefer جاء إيه؟ جا watching ing, عشان prefer جاي لوحدها. تعال نشوف المثال التاني, I would prefer to watch films at night. انا سبت المثال زي ما هو وحطيت قبل prefer حطيت would. طالما حطيت would يبقى هحط بعد prefer to, وبعد to يبقى هنجيب المصدر. خد بالك for watching وتحت get to watch. طيب يلا بينا نعمل practice على المعلومات دي. نشوف, choose the correct answer. Number one, the headphone can not Arabic into English. هتعمل ايه الهيدفون؟ Translate. صح, تترجم. Number two, not is dangerous and it damages the environment. ايه هو اللي dangerous, خطير وبيدمر البيئة؟ Yes, pollution, التلوث. Number three, if you not your time, you will regret. Regret يعني تندم. لو عملنا إيه في وقتنا؟ Save time, حافظنا على الوقت, ولا waste time, ضيعنا وقتنا, هنندم. Yes, it's waste time. Number four, lots of other not like cafe will close if we shop online. سائلينها, lots of other businesses. وهنا جايب معنى أعمال تجارية. Number five, I don't have money, not this is the only solution. Solution يعني ده الحل الوحيد اللي عندي. يبقى أنا ما عنديش إيه؟ ها؟ سيبك تفكر. Exactly. ما عنديش اختيارات. I don't have many choices. يعني ما عنديش اختيارات عديدة. نكمل. Six, I prefer not a parade. لاحظ هنا ان prefer ها جاي لوحدها ولا جاي معاها would؟ لا جاي لوحدها, يبقى في الحالة دي prefer بيجي بعديها ها ing. exactly, يبقى traveling. شاطرين. Number seven,
The internet is a great... تعال بقى نشوف هنا الانترنت ده. Great A. Discovery ولا invention؟ اختراع. هو الانترنت كان موجود من زمان؟ احنا اكتشفناه ولا اخترعناه؟ Yes. بالضبط. Invention. اختراع. Number 8. The opposite of save is waste. ممكن اقول save. بدل ما اقول save time ممكن اقول save water مثلا. يوفر المياه. Waste water. يهدر المياه. Exactly. Okay. Number 9. The not of the car is strong. الكار عندها engine. محرك. Number 10. We asked for food, but the nut man was late because of the rain. ها طلبنا أكل يبقى احنا محتاجين الدليفري. يس. وكده يكون خلص البارت بتاع الفوكابليز. Let's summarize ونشوف أخدنا إيه النهاردة. At the end of this lesson, we studied what? We studied learning new vocabularies for technologies, learning about online shopping, learning new expressions, and then طبعا آخر حاجة practice. شكرا لكم. عيد أكتر من مرة, حاول تقرا الكلمات أكتر من مرة, وهتلاقي الأسئلة موجودة, حاول تحلها, وكالعادة practice makes you perfect. التدريب الكتير هيخليك perfect. أشوفكم على خير الحلقة إن شاء الله. سلام.